طيب هقول لكم على اول حاجه، احنا معانا جناش الشوكولاته البيضه. الشوكولاته البيضه تبقى دايما مختلفه جدا عن الشوكولاته الغامقه او اللي هي بلبن، علشان نسبه الدسم فيها عالي، فبالتالي لما نيجي نقلبها جناش، يعني ايه نقلبها جناش؟ يعني نحط لها كريمه، بنحط لها نسب معينه جدا مختلفه عن الغامقه، الشوكولاته الغامقه، لان زي ما بقول فيها كريمه اعلى او اللبن فيها اعلى اللي هو الشوكولاته البيضاء، فعلشان نظبطها ما بنحطش كريمه عالي زي لما نحطها الشوكولاته الغامقه. هقول لكم دلوقتي المقادير، احنا معانا جناش الشوكولاته البيضاء، معانا 600 جرام من الشوكولاته البيضاء، عليهم 150 جرام كريمة للخفق أو اللي هو الكريمة اللباني. أما الشوكولاتة الغامقة بقى، لا بنحط لها، بنحط على 600 جرام شوكولاتة 200 جرام من الكريمة اللباني، في فرق بينهم. وبرده ده الجناش اللي بيمسك معايا في التلاجة، بحيث ان انا اعرف اخد واكور منه واعمل منه برالين، وينفع على التورت يمسك معايا. عايزينه لا يتحول لصوص اكتر، بنزود بقى ايه الكريمه اللباني على قد ما احنا عايزين، ممكن نوصل لنص الكميه، يعني لو 600 جرام من الشوكولاته يبقى نص الكميه تبقى كريمه، بحيث انه يبقى سايل اكتر. دي حاجه في ايدينا. طيب اول حاجه هنعملها، هاخد اللي هي ال 600 دي، هحط لها بقى الكريمه علشان ايه نحولها الجناش ونحطها مع بعض في التلاجة علشان تمسك، ونبتدي نعمل منها الكور. خلي بالنا دايما في الاول الشوكولاتة بتروح قفشة كده معانا، ونروح مكملين حاطين عشان تفك، بس هي بتبقى يعني الى حد كبير قفشة، يعني اهم حاجة ما تكونش فاصلة معانا خالص مية. انا عايزة بس اوري، بصوا الشوكولاتة فاصلة ازاي، بس عشان تبقوا شايفين عاملة ازاي، شكلها بيبقى هي فاصله خالص، شكلها بيبقى مش حلو خالص، عامله زي ما قلنا قبل كده الطحينه، لما نيجي نعمل سلطه الطحينه بتفصل معانا بالشكل ده. بنكمل عادي لو احنا ملتزمين بالكميه، بتربط تاني لما بنيجي نقلبها كويس، بتروح رابطه معانا كويس تاني، مفيش اي مشكله. حطها في الثلاجه بقى عشان تمسك معانا، ولا احطها شويه في الفريزر عشان تلحق نكورها. طيب نعمل بقى اللي هي بالشوكولاته الغامقه، الجناش الغامق، قلنا هنحط له ده 200 جرام من الايه كريمه الخفق اهو، وبقلبه برضو عشان يمسك معانا. شايفين برضو بتعمل ازاي؟ بصوا المنظر، بتتحول فجاه لحاجه غريبه جدا، وبتفصل كده ومتبقاش حلوه. وبعدين نروح مقلبين مقلبين مقلبين، تتحول بقى، بصوا بتبتدي تلمع اهي، تتغير القوام بتاعها بيتغير. طيب الشوكولاته الاول احنا بندوبها ازاي؟ على حمام مائي، على حمام مائي، وما يبقاش الشوكولاته الخام نفسها، ندوبها ازاي على حمام مائي ما تبقاش لامسه البوله من تحت الميه، او مندوبها في ايه مايكرويف، من ضيف لها حاجه؟ لا مش من ضيف لها حاجه خالص في الحاله دي خالص، احنا بنسيحها بس على حمام بخار مائي. طيب هحط ده برضو عشان يمسك معانا، نلحق ان احنا نكوره.